أكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابري أن المواد الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية متوفرة بشكل جيد وكبير في السوق المحلية. وقال جوابري في مؤتمر صحفي اليوم إن المستوردين والتجار قاموا بتوفير مخزون من السلع الأساسية خلال شهر رمضان الفضيل، وتم طرحها منذ منتصف الشهر الحالي، مؤكدا وجود متابعة مستمرة من النقابة العامة لتجار المواد الغذائية للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من هذه المواد. القانون بيقول لك لازم تعلن سعر السلعة، وعلى أساسها بدك تبيع بالسعر اللي بدك إياه. طبعا الكفيل بالمحافظة على الأسعار هو التنافس اللي موجود بالأسواق، وهذا التنافس هل هو تنافس حقيقي؟ فعلا حقيقي. وهل هو التنافس موجود فعليا؟ موجود فعليا، والتنافس الموجود حاليا هو الأكثر والأكبر حتى مقارنة بدول الجوار.